أذكر من حماس الدكتور محمد الرشيد لوصول الكفاءات السعودية إلى المناصب الدولية أنه كان يدفع بالكثير، يعني بمن يعرف لديه القدرة والكفاءة لتمثيل المملكة العربية السعودية بأن يدفع به إلى المناصب الدولية. لعل أبرز هذه الجهود تلك الجهد الذي بذله لاختيار الدكتور غازي القصيبي رحمهم الله جميعا ليكون مديرا عاما لمنظمة اليونسكو. كانت المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو، وكان الدكتور الرشيد يمثل، هو ممثل المملكة وأنا نائبا له. وفي أحد الدورات التي حضرناها كان هناك بند في جدول الأعمال يتمثل في اختيار مدير عام لمكتب التربية لليونسكو، فتبادلت معه الحديث وكان متحمسا لماذا لا يكون للمملكة العربية السعودية مرشح لهذا المنصب الدولي. تواصل مع الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، وكان وقتها سفيرا للمملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة في لندن، هاتفه بالهاتف، عرض عليه. فوجئ الدكتور غازي طبعا بالموضوع، لكنه أيضا لم يتلعثم مثل الدكتور الرشيد، أيضا لديه نفس الحماس، لكنه قال أعطني بعض الوقت لأقرأ عن المنظمة وأعطيك قراري بعد أسبوع إن شاء الله. بعد أقل من أسبوع هاتف الدكتور محمد الرشيد وقال له أعتقد أنها منظمة دولية تستحق أن يتقدم لها مرشح من المملكة العربية السعودية، يبقى أن تستأذن في ذلك الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية إذا كانوا يرون هذا التوجه. وفعلا بعد عودتنا من باريس مباشرة كتب لي الملك فهد، وأتت الموافقة الملك فهد على ترشيح الدكتور الغازي القصيبي لمنصب المدير العام. طبعا لم تكتمل الترشيح ونوفس من الجانب من مرشح ياباني، ويعني صار بينهما شيء من التنافس والمزاحمة مع الأسف الشديد من المرشحين عرب، تقاسمت هذه الأشياء، ولذلك لم تنتهي ترشيح الدكتور غازي القصيبي برئاسة اليونسكو. لكنه يدل على الحماس الذي كان يعني يقوم به الدكتور الرشيد لإيصال المملكة العربية السعودية فكرا وترشيحا ومساهمة من الكفاءة السعودية. لعلي أذكر أيضا وهذا يخصني أنا، أنني أيضا واحد من الذين دفع بهم الدكتور الرشيد إلى المناصب الدولية، وقد رشحني لعضوية اللجنة الدولية لحقوق الطفل في جنيف، ولله الحمد حصلت على الترشيح في الأمم المتحدة في عام 2001، وعينت خبيرا من بين 18 خبيرا يتولون مناقشة تقارير الدول في تنفيذها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كمثال من الأمثلة التي كان يدفع بها الدكتور الرشيد لإيصال الكفاءة السعودية للمناصب الدولية حول العالم.